ازاي تطرد الشياطين من البيت؟ كل ما عليك انك انت هتحضر بيضة زي ديت وهتحضر ملح، تمام؟ ودول عنصرين مفيدين جدا، هتقدر من خلالهم انك انت تتخلص من جميع الشياطين اللي موجودة في بيتك. اول حاجة عايزك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اعرضوا علي رقاكم، فديت عبارة عن رقية بتنظف البيت. ومش بس كده، بيكون في البيت ومش ب... وبيكون في ال... وبيكون في بيوتنا بعض الغرف اللي بتنام فيها اولادنا، فيصحوا بالليل متسرعين، فتبص تلاقي ان الطفل بيصرخ صراخ شديد جدا، وساعات ان بعض الاطفال يصل بهم الحاله الى التشدد، فتبص تلاقي ان الطفل يعني بيمد ايده كده وبيمد ايده كده ورجله كده، ويجي يعني سبحان الله تكون السلوكيات بتاعته متغيره جدا. وفي نفس الوقت لو كان في نمل موجود في البيت، فدي من العلامات اللي بتدل على وجود الحسد الشديد ووجود الطاقات السلبية، أو إن شئت فقول وجود الشياطين في البيت. ليه؟ لأن يعني سبحان الله ممكن تكون ساكن في الدور الثالث، فمفيش سبيل إن النمل يطلع لك للدور الثالث، ومع ذلك تبص تلاقي إن البيت مليان نمل. تيجي تنظف، مهما ما تنظف مفيش أي تنظيف نهائيا بيفيد، حتى إنك أنت لو استخدمت جميع الوسائل مفيش أي حاجة بتزيل النمل ده. لكن بالبيضة دي إن شاء الرحمن هنقدر إننا نتخلص من هذا النمل، وبإذن الله جل وعلا هينتهي من البيت نهائيا. بالنسبة للملح، أنا عايز أقول لك إن هو لا يضر ولا ينفع، ولكن في آثار وردت عن هذا الملح إن هو كان بيرش على الأماكن اللي بيكون فيها سحر، أو اللي بيكون فيها مثلا سحر مرشوش، وسبحان الله بيجي بنتائج طيبة. وإحنا في الحياة ديت يعني سبحان الله بنعتمد على أشياء يقال لها المجربات، فأنت بمعنى أصح مش هتؤمن إن البيضة هي اللي هتزل الشياطين من البيت، ولا هتؤمن ايضا ان الملح اللي انت هتحطه في الاماكن اللي انا هقول لك عليها هو برضو اللي هيزيل الشياطين من البيت. لكن في بعض الاشخاص يقول لك يعني ان الشياطين معروف ان هي بتسكن في البحر، فازاي ان الملح بيضرها؟ عايز اقول لك ان زي ما في شياطين بتسكن في البحر، ففي سمك بيعيش في الميه المالحه، وفي سمك بيعيش في الميه العذبه، ولو حطينا ده مكان ده هيموت. ففي شياطين بتسكن في الحضر يعني في البيوت، وبيكونوا عمار للبيوت، وفي شياطين تانية بتسكن في الجبال، وفي شياطين تانية بتسكن في الخرائب، وفي شياطين تانية ما بيطلعوش من الحمام نهائيا، فكل مسكنهم وكل عيشتهم في الحمام. فبتختلف من ايه؟ من انواع الشياطين، وبيختلف ايضا من قدرتهم، وبتختلف قوتهم من واحد الى الاخر. طيب انا دلوقتي اذا اردت ان انا اتخلص من جميع الشياطين اللي بتسكن في بيتي اعمل ايه؟ اول حاجة عايزك تعرف ان الشياطين بتسبب لي بعض الأعراض لما يكونوا موجودين في مكان معين، منها أنك أنت مجرد ما تخش المكان ده تحس أن فيه خنقة، وتشعر أيضا أن فيه صداع في مقدمة الرأس، وتشعر أن جميع جسدك فيه خذلان شديد جدا. على الرغم أنك أنت بتحاول تعرف إيه هو أسباب الخذلان، لكنك ما بتتوصلش لأي نتيجة، ولا بتتوصل لأي بر من خلاله تعرف إيه هي الأسباب اللي أدت إلى الخذلان وظهوره في الجسد. في نفس الوقت برضو تحس ان في ريحة غريبة كده زي ريحة الكمكمة، والروائح ديت ما بتنتهيش نهائيا، وتحس ايضا كأنك مش قادر انك تستنشق هذه الروائح، ولا حتى قادر انك انت تقعد في المكان ده. بيحصل ده معاك ولا لا؟ اكتب لي في التعليقات. الامر الثاني برضو، مجرد ما تخش البيت وتيجي تنام في المكان ده يجيلك الجاسوم، فالجاسوم ما يفرقكش لحظة ولا طرفة عين، وتبص تلاقي ان كل الاحلام اللي بتشوفها هي عبارة عن احلام خطيرة جدا واحلام سيئة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، انك انت تكون مثلا نايم على الفراش بتاعك، فتبص تلاقي ان يعني سبحان الله رؤية كويسة بتشوف فيها اشخاص معينين، او بتشوف انك انت بتنتقل من مكان لمكان اخر، وفجأة بيحصل شيء بيقلب لك المنظومة كلها، انك تلاقي بين اليقظة وبين النوم في حاجة ماسكة جسمك ومش راضية ان هي تنفك عنه نهائيا. الأطفال أيضا يبصوا يلاقوا إن هم بيشوفوا أحلام مش كويسة، وبعض الأطفال ربما إن هم يشوفوا الشياطين أو يشوفوا الجن أو يشوفوا خيالات، فإحنا مش عايزين إن إحنا نساق وراء الأطفال في المسائل ديت. بنفس اللحظة برضو إن إحنا نحط إيدينا على عينيهم كده ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم يا رب العالمين أسدل الحجب بينهم وبين الشياطين ولا تريهم إياهم يا كريم. ليه؟ لأن معروف إن الشياطين يعني سبحان الله تتصور، والطفل لما ما بيكونش عارف حاجة فهم أكتر عرضة للتعرض من أذى الجن والشياطين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وده هنفرد له حلقة، حذرنا من هذه الأمور وحذرنا من هذه المسائل كتير.
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لما يجي وقت المغرب لازم إن احنا نكف أولادنا، كفوا صبيانكم، وقت المغربية بالذات. ما سألتش نفسك ليه وقت المغربية إن أنا أكف الأولاد أو أكف أطفالي؟ لأن ده أكتر وقت بيكون الشياطين منتشرة فيه، وده الوقت اللي احنا هنبدأ فيه بإننا نرش الملح في البيوت أو في الأماكن اللي احنا حاسين إن موجود فيها شيطان، أو موجود فيها مثلا عمار، أو إن يعني السكان اللي موجودين من الشياطين في البيت بيضرونا أو بيؤذونا. فكل ما عليك إنك أنت هتجرب الوصفة دهيت لمدة 3 أيام بالظبط، بإذن الله جل وعلا مش هتلاقي أي شيطان موجود، لا من قريب ولا من بعيد. وفي نفس الوقت برضه هتكون أمنت نفسك وأمنت بيتك، وأصبحت يعني نفسيتك مستقرة، ومفيش أي شيطان بيتحكم فيك. ولو في سحر بإذن الله هتبص تلاقي إن البيضة ديت بعد ال3 أيام لو السحر موجود في المكان فسدت، يعني بمعنى صح يعني مششت، أو بمعنى صح لو كسرتها وجيت تشمها هتلاقي ريحتها سيئة جدا، فتمسك المكان ده تقلبه رأسا على عقب، حتى إنك أنت يعني سبحان الله تعرف إيه اللي موجود فيه. هنجيب الملح زي اللي احنا شايفينه ده كده بالظبط، وهنمسك الملح ده تمام. وبعد ما نمسك الملح ده هنبدأ ان احنا نقرأ عليه سورة ياسين كاملة مع سورة البقرة مع سورة الأنفال، وهنقرأ عليه ايضا المعوذتين والإخلاص والناس. ثم بعد ذلك وانا بقرأ في الملح، يعني ايه وانا عمال بقرأ في السور دي، ايدي تكون عمالة تمسك في الملح، تمسك في الملح كده وتقلبه واقول بسم الله وانفث في الملح، بسم الله وانفث في الملح مع القراءة. تمام، حلو جدا. بعد كده همسك الملح دهوت حاجة واخده في كل ركن من أركان الغرفة اللي أنا حاسس إن فيها شيء، أحط كده شوية ملح في الركن ده مع شوية ملح في الركن الآخر، وفي ال4 أركان أضع في كل ركن من هذه الأركان قليل من هذا الملح. ثم بعد ذلك أخذ هذا الملح يعني وألقيه في جميع جوانب الغرفة هكذا. بعد ما أعمل الطريقة ديت هبدأ إن أنا بقى إيه أمسك البيضة، والبيضة هتكون معايا وأنا بقرأ برضو وأنفس عليها تمام، وهاجي قارئ عليها آية قرآنية 7 مرات. والآية ديت إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، وتنفس في البيضة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، وتنفس في البيضة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، وتنفس في البيضة هكذا. ثم بعد ذلك تمام هتقرأ قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، تقول حسبي الله ونعم الوكيل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللهم باسمك الأعظم إن كان في هذه الغرفة أذى من جن وشياطين وسحر مرشوش أو أذى لي ولزوجي أو أذى لأولادي، فاللهم جمعه في هذه البيضة يا كريم، اللهم جمعه بقدرتك في هذه البيضة يا كريم، اللهم جمعه بقدرتك في هذه البيضة يا كريم، آمين. الحمد لله رب العالمين. وأقول بسم الله وأضعها في قماشة تمام، ثم بعد ذلك أو فللة أو أضعها، بلاش تضعها في منديل لأن المنديل مش هيشيلها، وما تحطهاش على الأرض يعني حطها في طبق تمام، وتيجي جاي لففها نفس اللفة دي كده تمام، ورابطها يعني بإيه بخيط كده من فوق، وتقول بسم الله وانت بتربط ايه الخيط ده. ثم بعد ذلك هتحط البيضة دي فين؟ جنب عقب الباب بالظبط، هتحطها ورا عقب الباب كده تمام، مع رش الملح لمدة 3 أيام بالظبط. هتحطها قبل المغرب، وفي اليوم الثالث هتشيلها قبل المغرب. لو انا عندي نمل تمام همسك البيضة، لو لقيت البيضة يعني سبحان الله خفت، لو انت وزنتها وبعد كده لقيت ان البيضة وزنها خف تعرف ان ايه البيضة ديت خلاص فسدت، يبقى ايه الغرفة ديت مش مظبوطة، فتحاول انك انت تفتش فيها ممكن تلاقي السحر. طيب لو انا مثلا عندي مثلا
الاولاد بيتسرعوا او شيء، همسك البيضه ديت لو حسيت ان هي مششت او حاجه هكسرها او اشوف ايه اللي جواها، او ان انا هحاول ان انا اسلقها ثم بعد ذلك اوكلها لاي طيور او لاي حاجه من الهوام اللي موجوده في الارض. طب لو في نمل موجود في البيت، هسلق البيضه بعد ال3 ايام وهحط للنمل ده من البيضه ديت ان هو ياكلها. وانت بتحط للنمل من البيضه هتقول احرج عليكم بالله العلي العظيم ان تتركوا بيتي. بعد ال3 ايام ان شاء الله مش هتلاقي نملة في البيت. المقطع ده ما تسيبوش يقف عندك، اعمل التجربة ديت واكتب لي في التعليقات ايه اللي حصل معاك، هرد على كل تعليق باذن الله لمدة اسبوع. شاركها لغيرك فالدال على الخير كفاعله. لو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدوس لايك وتشاركه لاصحابك واصدقائك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.